يا مستر سيد، عايزين نعرف كل حاجة عن البيتكوين. في عام 2008 تقريباً أسس ساتوشي ناكاموتو أول عملة رقمية على الإطلاق اللي هي البيتكوين. هو دلوقتي البيتكوين بيساوي حوالي كم مصري كده؟ قبل السؤال ولا بعده؟ عاوز أتكعبل وأنا ماشي في الشقة. لا سلامة حضرتك يا نجم. يا شقية بتسمعيني ها؟ آخر صبري بقى وقولي يا كبيرة طول الليل عمالة تسمعي يا شقية. لا يا فندم خالص، أنا بس شفتها في ظهر البطاقة، مذيع راديو. الله يكسفك يا بعير. استنونا في رمضان في مسلسل حياتي من الجيزة للمعادي، أنا والنجم باسم كميل. باسم الكاميرا مش راضية تقتنع عليها نجم. أنا كمان باسم أنا. هو استنونا في رمضان مسلسل بصح.